اذا طرقت يا اخوي قلب بمنقع بلاستيك تنقلب والله تنقلب والله حار حار طيب لا تنقلب عادي طب بلاستيك مين ب اقلبها انت تفكر من وين؟ اقلب اقلب شوف اقلب البلاستيك ما راح يميع صدقني ما راح يميع والله ما راح يميع اقلبها صدقني والله لا خلاص خذ رقم جوالي يا حبيبي اسمعني رب المصحف غلط لا لا بتميع على اخي ما عاد لا هذا ان شاء الله مو ميع هذا النادي وسخه سوداء ترى لو رحت من اول مره قد وصلت قد رجعت اني رحت وجيت كم مره فانا الحين احس اني تعبت فاصبر شوي تبون الثلاجه ها؟ ايه طيب يا اخوي قلبها بيدك خلاص ها شوف وين الحراره في الموضوع اقلب الثاني شفت بسيطه قطعتها الله يقطع راس العدو يلا صباح خير عصر وشباتي خلاص راح اربط وراك انا كوندي نام والله بس ما اقدر اخليكم حالكم لا لا عادي عادي لا قلب ما يطوعني الحين صرت مويتي نص وانا ما اخذ اي نص عشان اعرف ايش تتوقع اللي شرب انا ولا انت؟ ما ادري طيب انت تفكر من وين؟ يا اخوي ما ادري والله ما ادري انا اللي شربته ولا لا اف والله مره براد الجو حلو ايش اقول مره براد الجو حلو اتمنى الاجواء انا كلها كذا لسه بفكر قطعتها بعد الله يقطع ولد لا تسوي شباتي ما تعرف تسوي قطعت الخبز رب المصحف لا ما تسكت ان اسوي شباتي بتعد علوش اذا اسوي تركب راح يكون حجمها بتصير مصاريع ما مصاريع مصابيب ما اقول مصاريع مصابيب خلاص مصابيب خلاص عدلتها خلاص خلصت مو منك هيا حط نوتيلا حطيتها عشان يجيني نشاط يلا خليني اساعدك ايش ما لا لا ليه؟ صدي روح 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 شو بزر انا ذكرني بامي من صغير اعطيني قطعه صغيره تقول روح حبيبي فيها طعم بلاستيك معي في مدة اقدر احط لي خلاص بحطه لنفسي يا حبيبي دقيقة دقيقة بحطه لنفسي اسوي لك انا مدة تحط لي سوق ما اشوى ابي هذه ما فيها بلاستيك ترى الشيخ ولع كان معروف بالكرم خليك كريم مثله كان يحطون من زيادة هذاك الشيخ ولع هذا عنده وراء عمال وراء انا اجار بيت ما دخل عادي عادي كله ندق على ابو فيصل جبن زياده بس كذا والله انك عيطي